الحديث ليس فيه كبير علم، ليس فيه كثير علم، الذين قرأوا سيعرفون هذا. الحديث في مقياس النبوة حديث عالي، هي هذا الحديث النبوي في مقياس النبوة، أقول مقياس النبوة. ولكن نحن سنستشف من هذه النقطة هي فضيلة الإنصات. ففي أحد المرات دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد نساءه يتفاخرن فيما بينهن بالأحساب والأنساب إلى غير ذلك، أنا بنت فلان وبنت فلان. فسألهن ما الخبر، فتكلمت أمنا عائشة وقالت كي تشرح وتوضح ما كنا يفعلناه. فقالت وتكلمت أمنا عائشة وهي تتكلم عن نساء وعن أحداث في غابر الأزمان في الجاهلية. فقالت تعاقدت إحدى عشر نسوة، إحدى عشر امرأة، تعاقدنا واتفقنا على أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. فهمتموني جيدا؟ فكانت كل واحدة تتكلم عن زوجها وكيف هو. إذن ستتكلم 11 امرأة، أنا سوف أحدثكم عن 2 و3 فقط لأن الحديث طويل. فقالت الأولى زوجي العشنق، تعرفون من العشنق؟ العشنق معدلة هو الحديث لغته رصينة بشكل كبير جدا، لكن سنشرح بعض الكلمات. قالت الأولى زوجي العشنق، العشنق معناه أنه طويل جدا وكذلك عنقه طويل بمعنى بشع. زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أصمت أعلق، لا يطلقني ولا يتعقب زوجة، قام معلق. قالت الثانية، الثانية زوجي كلحم جمل غث، يعني زوجي مثل لحم جمل لكنه سمين، يعني ليس لدينا، لأنه سمين جدا، سمين يعني ليس سمين، عجوز، عجوز ليس لدينا. زوجي كلحم جمل غث فوق جبل عال، يعني هو لا قيمة له ومترفع الأنفة، فهمتم المعنى؟ فلا هو سهل يرتقى، يعني ليس ذلك الجبل سهل كي نرتقي إليه، يعني هو ليس سهلا كي نصل إليه، ولا هو سمين فينتقل، ولا هو سمين حتى نحضره إلينا ونرتفع به كذلك اللحم، يعني ولا قيمة له مع ذلك أنفة. قالت الثالثة زوجي إذا دخل فهد، يعني أصبح في خصال الفهد، والفهد معروف بهدوئه وفوهابه في البيت، وإذا خرج أسد، أصبح كالأسد. أحد المرات قلت هذا الحديث لبعض الإخوة في المغرب، فقلت لهم نحن في المغرب عندنا العكس، إذا دخل أسد وإذا خرج فهد. المهم الحديث طويل، فكل مرة تتكلم واحدة، حتى وصلت أمنا عائشة رضي الله عنها عند المرأة رقم 11. رقم 11 اسمها أم زرع. أم زرع تزوجها أحدهم وأبو زرع، واهتم بها أيما اهتمام، فكان يقول لها يا أم زرع كلي وميري أهلك، خيرات كثيرة جدا، إسطبلات وحيوانات وأراضي ومزروعات وأطفال وبعد ذلك تزوج زوجة أخرى وطلقها. فبعد ذلك أم زرع تزوجت بشخص آخر، هو كذلك اهتم بها أي اهتمام، لكن في الأخير تقول كل ما أعطانيه هذا السيد لا يساوي، كل ما أعطانيه، كل ما أعطاه إلي لا يساوي آنية واحدة أي صحن واحدا
آنية واحدة من أواني أبي ذر. بشكل دقيق، أصغر آنية أبي ذر. أصغر. كثير. ما يساوي كل ما أعطاني الزوج الثاني من أراضي وخيرات لا يساوي أصغر آنية من أواني أبي ذر. معنى أبي ذر كان كريما جدا وغنيا. ماذا فهمت؟ كلام هذا. لكن الشاهد عندي وأن الرسول عليه السلام أعطى لزوجته أمنا عائشة الأمان الأبدي، فماذا قال لها؟ إلا لقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أنا مثله سأعتني بك وأعتنيت بك، غير أنه طلقها وأنا لا أطلقها. أجمل من هذا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مدة طويلة وأم عائشة تتكلم في كلام لا علم وراءه، لا عمل وراءه، لا طائل منه أو لا عمل وراءه. هل قاطعها؟ هل قال له اسكت يا مرادي، ما هذه الخزعبلات، هذا الكلام الفارغ؟ نحن في ثقافة نقول هذا الأمر، اسكت اسكت، إيش الكلام الفارغ ذا؟ لم يقل لها أي شيء، استمع جيدا، وحينما أكملت كلامها غير محور الكلام إلى أمر سلبي أم إيجابي؟ إيجابي. فأخذ زبدة وأجمل ما هناك وغلفه غلافا جميلا وأخرجه من جديد. أنا مثل أبي زرع سأهتم بك وأرعاك و و و و وأكثر من ذلك لن أطلقك مهما. فضيلة الإنصات رائعة جدا. كذلك أنتم سيأتي إليك أب غاضب، يأتون إليكم أولياء الأمور بعض الأحيان، لا يأتون إلى المدرسة ويناقشون، وبعد حين يأتي أب غاضب ماذا ستفعل؟ هل ستجادله وتوقفه؟ تقاطعه؟ لا، دعه يفرغ الكأس، هو متوتر ولا يريد أن يسمع، هو يريد أن يفرغ، أن يتكلم، فدعه يتكلم حتى ينتهي، وقل له ما المشكلة؟ سيقول له ذلك. فقه السنة لسيد صالح. تحياتي. الآن بعد أن تكلمنا عن مشاكلنا في التواصل نعطي بعض المهارات، بعض مهارات التواصل. أولا الإنصات، ثانيا الاهتمام، أن أنصت وأنا مهتم بالموضوع. كيف أبين للآخر بأنني مهتم؟ كيف؟ بالنظرات. حينما يتكلم معي الأستاذ، أستاذي العزيز الرائع المتميز، نعم، فحينما الأستاذ يكلمني إن قمت بهذا السلوك وهو يتكلم، ما معناه؟ غير مهتم. إن نظرت في عينيه أنا مهتم. إن تفاعلت معه بتعابير وجهي، إن ابتسم ابتسمت، إن غضب أثناء الكلام أغضب، هنا أتفاعل معه، اهتم. سيكون اهتمام أكثر لو سربت إليك. المسافة على هذا لا. فهمتم؟ في المصافحة، في المصافحة، تعال أستاذ إسحاق، تعال تعال. ما في تمارين. لاحظوا معي السلام. حينما يأتي معي شخص وأسلم على الشخص، هذا لا لا معنى خليك بعيد. حينما يأتي وأقول له السلام عليكم وأنظر إلى عينيه، عينيها دلالة. حينما أصافح ثم أعيد يد أخرى، لها دلالة أكبر لأنك أنت قريب. هذه اللمسة دلالة أخرى. فهمتم التواصل فيه؟ التواصل بالجسد، كيف الحال؟ مرتاح؟ العناق في الآخر الإقبال بالوجه، أن تقبل عليه بوجهك. البشاشة، إرجاع الأثر، الفيدباك، ثم التموقع. التموقع هو أن تضع نفسك في موقع ذلك الشخص. فهمتم هذه النقطة؟
تموقع. مثلا شخص أتني غاضبا لن أغضب، لماذا؟ لو كنت أنا في موقعه ووقع لي ما وقع له لكنت قد غضبت. أخيرا لغة الجسد. لغة الجسد هي تعابير الوجه والحركات إلى غير ذلك. لغة الجسد هي تعابير جسدنا، كما اشتغلت مع أستاذ إسحاق قبل قليل. لغة الجسد هي تعابيرنا. أعطي مثال على تعابير الوجه. مثلا أعطيتني مشروبا، شربت المشروب. عموق عموق. سأعيد. فشربت المشروب وسألتموني كيف كان المشروب وقلت لكم لذيذ. هل تصدقون كلماتي أم لغة تعابير الوجه؟ تعابير الوجه. فهمتم؟ إذن لغة الجسد عندها دلالة قوية جدا. التموقع هو أن أضع أن أضع نفسي في موقعك أنت حينما تقوم بسلوك معين. مثلا تأتيني غاضبا فأقول لماذا سأغضب أنا؟ لأنني ممكن أن أكون قلقا إذا طرأ لي ما طرأ لك. أضع نفسي في موقعك فألتمس لك العذر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام التمس لأخيك 70 عذرا. التمس لأخيك 70 عذرا، يعني تقول ربما 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 حتى تبقى أنت مرتاح وأخوك مرتاح. لغة الجسد كما قلنا قبل قليل تشكل، في أحد الدراسات تشكل 55% الناس يصدقون لغة الجسد، تعابير الوجه، الحركات أكثر من أي شيء. 55%. إذن في تواصلنا مع بعضنا البعض حركات يدينا ووجهنا يجب أن تكون سلبية أم إيجابية؟ إيجابية. تحياتي. بعدها هل يأتي الكلام أم الصوت أم الصورة؟ تأتي نبرة الصوت 38% من النبرة. تعرفون معنى النبرة؟ أعطي مثال. قلت لك تعال إلى هنا، هذه نبرة. قلت لك تعال إلى هنا، نبرة مختلفة. نبرة الصوت عندها دلالة قوية عند الإنسان. تعداد في كلمة 7% كلمات. الكلام 7%، لكن طريقة الكلام كم؟ الكلام 7%، طريقة الكلام كم؟ 38. طريقة الكلام مهمة، طريقة الكلام. وأهم منهما لغة الكلام. Thanks.
الصوت. الصوت واضح؟ جميل. جميل. أنهيتم الكتابة؟ نعم. مرحبا. سوف أقوم بالسباحة الصغيرة. المقالات هي نبرة في الصوت. نعم. تلاوة القرآن. نعم. نشاهد هذه المستملحة. سوف أشتغل معكم في مقياس يسمى مقياس هيرمان. مقياس هيرمان. سأطلب منكم أن تملأوا هذه الاستمارة، ثم بعد أن تملأوها سوف أشرح لكم ما هو مقياس هيرمان وفي ماذا يفيد إلى غير ذلك. خذ واحدة وسلم الباقي لجانبك. وحينما تأتي الورقة تبلؤونها. سأشرح ما يلي. الورقة التي عندكم هي كالتالي. عندكم هذه الورقة. لاحظوا معي. سنملأ هذه الورقة على أساس أن نملأها بكل دقة. لماذا؟ لأنني حينما أدخل معلومات معينة النتيجة ستكون تعكس تلك المعلومات. أدخلت معلومات خاطئة ستخرج النتيجة خاطئة. هذا مقياس ضروري أن تكون المعلومات صحيحة. فمثلا هنا 4 درجات معناه هذا ينطبق علي تماما. مثلا هنا حرصي على الدقة والحقائق قد يجعلني في نظر الآخرين جاف المشاعر. هنا إن كان هذا الأمر ينطبق علي تماما أكتب 4. إن كان ينطبق علي بقوة يعني 90% أكتب 3. ينطبق علي إلى حد ما مثلا 50% تقريبا أكتب 2. لا يكاد ينطبق علي 10%، 5%، أكتب 1. لا ينطبق علي أبدا 0. واضح الفكرة؟ واضح؟ جميل. مثلا أعمل مع الآخرين عن طيب نفسي من أجل هدف مشترك. إن كان ينطبق علي 100% 4.
ينطبق علي شيئا ما 50% 60% أكتب ثلاثة وهكذا حسب كل واحد وشخصيته. لا نأخذ الأجوبة من بعضنا البعض لأن هذه ورقة شخصية تعكس شخصيتي أنا أو شخصية كل واحد منكم، مفهوم؟ اشتغل. سأمر عليكم لكي أشرح لمن الترتيب من 0 إلى 4 تكتب إما 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4. 0 لا ينطبق عليك، 4 ينطبق عليك 100%. مفهوم. من 1 إلى 3 بين ملحوظة أخرى سنترك هذه الخانة فارغة ونملأ هذه الخانة. هذه الخانة لا نملأها، هذه الصغيرة فوق لا نملأها، وهذه كذلك لا نملأها. نملأ ابتداء من هنا الرقم 4 و6 كله سواء هذه الورقه لم يشاهدها احد الا شيء لا يراها احد الا ملحوظه شباب معذرة، هذه الورقة خاصة بكل واحد منكم، إن شئتم أن لا يراها أحد فذاك حقكم، فهمتم؟ يعني اكتبوا بصراحة، تكلموا عن شخصيتكم بصراحة فلن يرى ذلك أحد. سأتي إليك كل فاهم البروفيسورات ملحوظة أيها الإخوة اسمعوا جيدا، الكلام المكتوب أضع العلامة 4 أو 1 أو 3 إن كان ينطبق علي وليس يعجبني. واضح؟ ليس ما يعجبني لكن ما أقوم به، ما أقوم به الآن، وليس ما يعجبني أو ما سأقوم به، لا ما أقوم به الآن. هل ينطبق علي؟ الإشارة هو تمرين فردي وممنوع الغش. الغش ما غشنا في سنين. حاول أن تكون إجابة دقيقة لأنني سأعطيكم نتيجة ستذهلكم كثيرا وستعجبون بها بشرط أن تكون المحيط صحيح. صفحتين جميل. الآن
سوف نقوم بالآتي. لاحظوا معي هنا، هنا حروف A C A C D B، لاحظتموها؟ نعم. نعم جميل. الآن سأجمع A. A هنا مثلا لدي أربعة، مثلا أربعة، أكتب في ورقة مستقلة، أكتب أربعة، أبحث عن A. A A لدي اثنان مثلا، سأكتب اثنان تحت أربعة، اثنان A A. حينما أجد A أبحث عن الرقم، مثلا هنا واحد، أكتب تحت أربعة اثنان أكتب واحد. فهمتموني؟ نعم. ثم أجمع في الأخير، أجمع A كاملة، B كاملة، C كاملة، D كاملة. تحياتي، أنت رائع. في الأخير، في الأخير اسمعوني جيدا، اسمعوني. في الأخير مجموع A أكتبه هنا، مجموع B، مجموع أقول المجموع الكامل لـ A، مجموع C، مجموع D. تفضل. أنا بمعنى لاحظوا معي طريقة سهلة في الجمع، لاحظوا معي، سوف نعتمد هذه الطريقة بهذا الشكل. A B C D، ونقوم بهذا الشكل. كلما أجد A أكتب رقم A هنا، هنا هنا، واحد أربعة صفر مثلا. وفي الأخير المجموع هنا، B هنا، C هنا، D هنا، والمجموع هنا. سهلة؟ سهلة. شكرا. سهلة. مثلا مثلا لدي هنا 40 وهنا 50 وهنا 20 وهنا 30. النمط الأول هو أعلى رقم، أين هو أعلى رقم هنا؟ هو 50 بي 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 بي، قلنا بي 50. مثلا أعلى رقم أكتبه هنا، أعلى رقم صح. أعطوني مثال، أعطوني مثال يوسف، ماذا عندك؟ أعلى رقم عندك. حزين حزين حزين. الخامنة عندك إن شئت. رقم خمس. الأخت 57 A من الجوانب. لا لا اللي بي A كم؟ 48 B 57 C 50 B 40. إذن B 57، إذن B هنا، أكتب هنا B لأن الرقم الذي عندها عالي يوجد في B، فتكتب B هنا لأنه هو النمط العالي. صح. لا نكتب الرقم، نكتب الحرف. أيوه. فهمتم؟ نعم. يتساويان؟ يتساويان. اختر واحد منهما، ما في مشكلة. ما يستوي. اكتب مثلا B C، ما في مشكلة. إذا النمط الأول يأخذ الحرف ونكتبه هنا. الثاني بعده، الذي بعده. الذي يليه. أحسن ترتيب.
كتبتم الحروف؟ لا كتبتم الحروف؟ لا ليس بعد. حتى انه اظن انه تقريبا 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 ها شوف بس انا بدي اغير كل شيء بس انا خذوا الدائره دائره يا فرنسا ما دائره مش شيء كان بالوجه متى لاحظوا معي هنا A B C D جميل نبقى في المثال كم عندك في دي أربعون لاحظوا معي أربعون هنا تضعين علامة هنا ما لديه ثمانية أربعون هنا لديك اثنان وأربعون هنا أربعون تتقدم قليلا وتضع علامة هنا بجانبها تقريبا فهمتم العملية؟ نعم هنا أرقام موجودة لكن في أي غير موجودة مثلا عندي في أي خمسون مثلا خمسون لاحظ هنا أين هو خمسون خمسون موجود هنا تقريبا إذن أحسن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست ست نقاط إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أمامها بقليل أضع علامة إذن خمسون هنا فهمتم العملية تقريبا نعم نعم فأضع علامات في جميع المناطق بعد ذلك أصل بسهم فيعطيني شكل مربع او معين او شبه قائم او مستطيل تفضلوا هذا صعب اشتغل طب انا كنت بخير انا كنت بخير انا بدي زي هي لايك افطار اذا سنكمل بعد وجبه الافطار تفضلوا فهي طيبه افطار التعصب العبوسه ضعف الإنسان إذن عدرة إذن سنعطيك هدية تفسير كلمة القرآن كلمة ثم لكم الاستمارة نعم أكملتم من منكم عنده أي النمط الأول أي من منكم النمط الأول أي أستاذ عندك أي أليس كذلك أستاذ حو Thank you.
بي اي سائل بي عنده اي فقط عنده بي 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 اغلبي عنده هو شخص أمريكي اسمه نيد هيرمان. نيد هيرمان هذا هو كان عالم، ركزوا معي، كان عالم فيزيائي وكان رسام في نفس الوقت، فيزيائي ورسام. ولد سنة 1920، عمل في شركة جنرال إلكتريك سنوات عديدة وقاد فيها الجانب التطويري، يحاول يطور عمل العمل الإداري في تلك الشركة. في سنة 1976 جاءنا بهذا المقياس بعد 20 سنة من الظهور. يركزون على موضوع معين ويبحثون فيه مدة طويلة. 20 سنة أخرج لنا 3 أوراق، ولكن بقيمة كبيرة جدا. يدرسون الأشياء بشكل كبير جدا. إذن هذا نيد هيرمان وصاحب هذا المقياس. هيرمان هذا استفاد من شخص آخر جاء قبله، كان قبله، فهمتموني؟ الشخص الذي كان قبل هيرمان هو هذا الشخص، اسمه روجر سبير. اكتشف سنة 1960 بأن دماغ الإنسان مقسوم إلى نصفين، فص أيمن وفص أيسر، وهذا موجود فعلا. فدماغنا هكذا على شكل جوزة. فحصل على جائزة نوبل نتيجة اكتشافه هذا الاكتشاف. فإن شاهدتم الرسوم، رسوم أو صور، تجدون دماغ الإنسان نصفين. فقال واكتشف بأن الفص الأيمن، ركزوا معي، الفص الأيمن في ماذا يفكر؟ يفكر في الخيال، في الإبداع، في العاطفة،
الألوان إلى غير ذلك. الفص الأيسر يفكر في ماذا؟ الدقة، تحياتي، المنطق، التنظيم، الأرقام، الحسابات. إذن هذا إبداع وهذا حسابات. هذا كلام من؟ روجر سبيري. قسم الدماغ إلى كم؟ نصفين. التقسيم هو حقيقي أم افتراضي؟ حقيقي. نقول فيزيولوجي يعني حقيقي. بعد ذلك جاء هرمان، فكان في البداية الدماغ مقسم إلى نصفين هكذا، نصف أيمن ونصف أيسر. جاء هرمان فوضع خطا هنا وقسم الدماغ إلى أربعة. واضحة الفكرة؟ واضحة. لكن هناك فرق صغير جدا، هو أن التقسيم الذي قام به روجر سبيري سابقا هو تقسيم حقيقي فيزيولوجي واقعي موجود، أما التقسيم الذي قام به هيرمان فهو رمزي افتراضي لا يوجد في الواقع، فقط أضاف خطا خياليا وقسم الدماغ إلى أربعة، فيكون الفصل الأيمن فيه اثنان والأيسر فيه. واضح؟ جميل. إذا نبقى، قلنا الدماغ مقسم إلى أربعة، فص أيمن أيسر، ثم قسمناه هنا، إذا عندنا A B C D أربع مناطق، واضحة؟ جميل. يقول بأن الإنسان صاحب النمط A يعني الذي يفكر بالدماغ الأيسر، لكن أعلى أيسر، يقول بأنه جدلي دائما على حق أو يعتبر نفسه على حق، ملاحظ لا يستمع، قائد تنافسي، يحب تحليل الحقائق والبيانات والأرقام والتركيز والتقييم والنتائج. هذا لا، هذا كله A، هذا كله A، هذا وهذا كله A. واضح؟ باختصار، هذا الكلام الكثير نختصره في كلمة واحدة، A إنسان عقلاني. اكتبوها، اكتبوا هذه الكلمة فقط، A عقلاني. تضحكون. من منكم A؟ من منكم خرج A؟ إذا عقلاني، كل شيء عندك بالمنطق بالحسابات، أليس كذلك صحيح أم لا؟ النتيجة صحيحة أستاذ؟ نعم صحيحة؟ كل شيء أريده يا رب يا فعلا مزيان. إذا المقياس مضبوط A عقلاني، A بين قوسين قياد. أعطي مثال من خلال قصة حتى تفهموا ما معنى شخصية A. شخصية A، نفترض جدلا، نفترض أننا سننظم رحلة، سننظم رحلة إلى ماساي مارا. أي ماذا سيقول؟ أين ستذهبون؟ متى؟ كم العدد؟ التكاليف؟ كم سيؤدي كل شخص؟ هل هناك مبيت أم لا؟ يدقق. فهمتم؟ أي يدقق في كل شيء. نمر الآن إلى B. B. أين يوجد بي؟ هنا. هل يفكر بالدماغ أيمن أم الأيسر؟ أيسر، لكن أسفل. بي دقيق، حذر، روتيني، غير مرن، ملحوظة. أي الوظائف التي تناسب أي هي مدير عام، مشرف، مدير شركة، مسؤول، ولا يستطيع أن يكون موظف صغير، لا يستطيع. دقيق حذر، نتكلم الآن عن بي. بي دقيق حذر روتيني غير مرن، يحترق، معنى أنه يذيب نفسه من أجل أن يكون الآخرون مرتاحون، يهتم بالتخطيط التشغيلي أو اليومي،
ينفذ الإجراءات والتفاصيل والنظام والوقت والانضباط والأمن والسلامة، كل ما هو تنظيم. إذا بي نسميه تنظيمي، بي بين قوسين باختصار بدون كلام كثير، باختصار بي إنسان تنظيمي. ما يعني إنسان تنظيمي؟ بي إنسان يحب الدقة، يحب النظام، يحب الترتيب، واضحة؟ أي أي يأخذ القرارات، أي يتخذ قرارات، بي فقط ينفذ لا يتخذ قرارات، واضح؟ ينفذ. إذا الأستاذة بي، حتى أنت بي، من منكم بي؟ بي أغلبية منظمة. بي شخص منظم دقيق، هو حذر لأنه لا يريد أن أشياء تضيع منه، روتيني لأنه يعيد أشياء مرات عديدة. نعطي مثال على بي. بي هو المهام التي تكون مناسبة لبي، شرطي مثلا، روتيني، مهام تنظيم، بي أستاذ، إداري، إداري كذلك يكون بي، سكرتير أو سكرتيرة. ولاحظوا معي دائما نوع بي، إن اتفقت معه عن الوقت تجده دائما في نفس الوقت، يحضر دائما في نفس الوقت وروتيني لا يمل. إذن قلنا بي تنظيمي. نرجع إلى الرحلة التي ذهبنا إليها إلى ماساي مارا. ماذا سيقول أي؟ أين وكيف ومتى؟ يسأل كثيرا. بماذا سيقول بي؟ بي سيقول اتفقوا، خططوا، برمجوا، أعطوني مهمتي وارتاحوا، هكون مطاط، سأنفذها كما ينبغي. لاحظتم؟ بي ينفذ وبدقة، أي يقرر. نمر الآن إلى سي، وما أدراك ما سي؟ نبدأ بسي. سي يفكر بأي فص؟ أيمن الأسفل. سي يا سادة يا كرام، مجامل، متبع، يتبع، يستخدم العواطف بشكل كبير جدا، متردد، متطوع، يحب الخير والناس، اتكالي، مسوف، لا ينجز بشكل قوي جدا، يلعب دور الضحية دائما، أنا فعلوا لي وفعلوا لي وفعلوا. علاقات مع الآخرين، مشاعر وأحاسيس، عواطف، معاني إنسانية إلى غير ذلك. قبل أن أكمل هذه الأنماط، ليس هناك نمط أحسن من نمط، كل نمط فيه مساوئ وفيه محاسن، وهذا هو البشر. لكن هذا نمط سي نسميه باختصار في كلمة واحدة، سي عاطفي. عاطفي، يستخدم العاطفة بشكل كبير جدا. نعود إلى رحلتنا. سي سيذهب معنا في الرحلة، سنخبره إلى دليل الرحلة. ماذا سيقول؟ سيقول جميل جدا، لكن من سيذهب معنا؟ هل معنا بشير؟ لا، غير موجود، لا لا لا، يجب أن يكون معنا بشير. لاحظتم؟ تغلبه العاطفة ويتكلم عن الأشياء التي فيها الأحاسيس والمشاعر. الوظائف التي ممكن أن تناسب هذه الفئة، سي أستاذة، أستاذ، ممرضة، فهمتم؟ أشياء اللي فيها في التسويق، الناس الذين يمارسون التسويق يحتاجون أن يكونوا سي، لأن سي عنده ذكاء اجتماعي وعنده التواصل. الآن نبقى مع النادر والنادرين. ما اسمك يا أستاذ؟ ما اسمك؟ عباس وشافعي. عباس، عباس هو الشخص الغريب والأطوار في هذا الملتقى. إنه دي. دي الفصل أيمن أعلى في جميع الشعوب، دائما دي قليلة، دي قليل. دي لديه تفكير استراتيجي، ليس تخطيط، ركزوا. اي
هو الذي لديه تخطيط استراتيجي يخطط، اما دي فقط يفكر استراتيجيا لا ينجز، وفقط حالم يحلم ويفكر على المدى البعيد. لديه تفكير ابداعي، نظره شامله، تصورات مغامر، مبتكر، مجدد، غير مقيد، مرتجل، مندفع، مشتت، مبالغ، متمرد. باختصار دي استاذ شافعي ابداعي، دي ابداعي. هل شاهدتم في حياتكم مبدعا منظما؟ المبدعون دائما يكونون دي سيذهب معنا الى الرحله، سنقول له سنذهب الى الرحله، اي سيقول متى وكيف واين، ولازم لنا اجراءات ووقت ونحدد متى. دي سيقول اين مساء اماره، الان نذهب. ترتيبات لا 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 ما لا عليك، سنذهب هناك ونجد كل اشياء موجوده، يجب ان نرتب ثمن الدخول والزيارات والمده. لا عليك لا عليك، خلي كله على الله. فلا لا يدرس الاشياء بشكل كبير جدا، يترك الحبل على الغالب، لانه انسان مبدع لا يدقق بشكل كبير جدا. هذا هو مقياس هيرمان. ما علاقته بالتواصل؟ سنعود بعد قليل. اولا، كل انسان لديه تفضيل اساسي واحد او تفضيلين، لكن في العالم اجمع، في العالم الناس الذين لديهم تفضيلين اثنين متقاربين 60%، الذين لديهم تفضيل ثلاثي 30%، الذين لديهم تفضيل واحد 7%، الذين لديهم تفضيل رباعي 3%. ما معنى تفضيل رباعي؟ يعني عندهم A B C D متقاربة جدا. من منكم لديه تقارب؟ بشير عندك تقارب؟ عندك تقارب أستاذ؟ عندك تقارب كذلك؟ نعم. الناس الذين لديهم تقارب في الغالب، في الغالب يجب أن يكونوا كبار السن. ماذا قلت؟ هذا عنده تقارب ولو لازال شابا. التقارب معناه أن جميع الأصناف هي متجسدة فيك، والشخص الذي يتقن جميع هذه المهارات A B C D لازم يكون كبير. لماذا؟ لأن الكبير لديه خبرة في الحياة. فهمتم؟ أنت خبرت الحياة وأنت صغير. وهذا يكون حكيم، لأنه يعرف كيف يتصرف في جميع المواقف A و B و C و D، لكنه نادر وقليل. يقول الله عز وجل: ويؤتي الحكمة ما يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي الخير الكثير، خيرا كثيرا. الآن تمرين، لدينا سكرتير، أين سنضعه؟ أنت مدير، جاء عندك ناس ووضعت لهم هذا التمرين وعرفت شخصيتهم. لديك سكرتير، أين تضعه؟ يجب أن يكون بي في المقياس. فماذا يحدث مثلا في التوظيف؟ يأتي إلي شخص وهو سي وأضعه في السكرتارية، يصعب. ممرضة سي، مدير عام اي، مشرف اجتماعي سي، مدير تقني بي، رسام دي 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 دي. إذن المقياس مفهوم، المقياس مفهوم. الآن نرجع إلى موضوع الرجل والمرأة. في العادة، في الغالب، في العالم أجمع، الرجل يميل إلى A في الغالب، هناك استثناءات. وفي الغالب المرأة تميل إلى أين؟ إلى C طبيعته، لكن ممكن تكون هناك استثناءات. لدينا الآن عائلة يوسف، جميعهم في هذا الاتجاه، في A و B،
لكن ابنهم محمد الوحيد خرج دين. ماذا سيقولون عنه؟ إن محمد غريب الأطوار ولا يفهمونه، وهذا غير منظم ولا ينظم غرفته ولا دفاتره ولا كتبه، فيكثرون عليه من النقد لأنهم لم يفهموا شخصيته. فكان عليهم أن ينموا عنده ما هو قوي الذي هو الإبداع فيقمعونه. وصل؟ إذن ما علاقة مقياس هيرمان بموضوعنا اليوم في التواصل؟ نعم، إذا عرفت أنماط الشخصيات ستعرف أين تضع كل شخص في المكان المناسب. ممكن أن تقوم بهذا التمرين للاستمارة، وممكن أن لا تقوم بها، تصبح لديك فراسة، تجلس مع واحد تلقاه طيب كثيرا ويحب الخير سي مباشر، تلتقي بشخص وتجده يضع كتبه بشكل منظم، قلم هنا وهذا هنا، تعرف أنه دي أنه بي، فتقول إذن أنت سنوظفك في كذا وكذا وكذا. لذلك حينما تذهبون يذهب بعضكم إلى الشركات الكبرى، أو حتى إن ذهب أحدكم عند الطبيب النفساني، ماذا يفعل؟ هم يسألونك أسئلة ثم يلاحظون تحركاتك. فعندما تدخل مثلا في تريد أن تقوم بعملية مثلا خاصة ديال مقابلة من أجل العمل، هم يلاحظون كان الباب مقفل، دخلت، هل أقفلت الباب أم تركته مفتوحا؟ عندها دلالة، إن أقفلته فأنت بي منظم، إن كنت دي فلن تقفله، ستدخل ثم يلاحظون هل إن وصلت جلست أم انتظرت حتى يعطوك الإذن. ثم يعطونك بعض الأحيان كأس ماء، طريقة مسك الكأس، أشياء كثيرة. كذلك أنتم يجب أن تقوموا بهذا العمل. شخص يأتي إليكم يريد أن يسألكم في موضوع حول الوظيفة أو جمال القبيل، تقول تفضل وتدعوه يملأ كأسك من المعلومات، تستمع له وتنظر إلى حركاته كيف يتعامل مع عالم الأشياء وعالم الأفكار. أنا ذاك تعرف كيف توظف الناس. 50% من المشاكل تأتي من التوظيف الخطأ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حينما نعرف شخصيات الناس من خلال الحركات واللمسات تعرف شخصياتهم، إذن تعرف كيف تتواصل معهم. فمثلا الأخ أي، كيف أتواصل معه؟ أي لغة أستعمل معه؟ لغة الأرقام، فهمتموني؟ لغة الأرقام. أستاذ حسن، نريدك منك في هذه السنة أن تحقق النجاح بقدر كذا وكذا، عدد التلاميذ في قدر كذا، أرقام. سأتي عند الأخ سي، ماذا أقول له؟ أستاذي، أنا هذه السنة نريد أن يكون العمل مضبوط ومنظم، وأنا أثق فيك ثقة عمياء، لاحظتم؟ أخاطبه باللغة التي يفهمها ويستوعبها. أذهب عندي عند دي، نريد إبداعات هذه السنة، نحن نحتاج إبداعات كثيرة جدا، عقلك مليء، أخرج لنا أحسن ما عندك، سيتحمس وسيبدع في مجاله. فهمتم؟ ماذا يوقع في عدم التواصل؟ يقع في عدم التواصل هو أن السيد أ والسيد سي أثناء الكلام لا يتخاطبون بنفس اللغة، لغة عاطفية، لغة جافة، لغة أرقام، يكون هناك صدام. لذلك أنت كمدير تفهم شخصيات الناس الذين تعرف وتخاطبهم باللغة التي يفهمون. واضح؟ هذه هي نقوم الآن بإضافة لا علاقة لي بدورك، إن إضافة نوعية. البوصلة في المنزل، أي يحبون الثناء، يشعرون الآخرين بأنهم قادرون على عمل كل شيء، يحبون أن تؤدى الأمور بأسلوبهم، يحبون أن يستشيرهم الآخرون إلى غير ذلك. ففي البيت عادة إن كان
هذا بصفة عامة اي. عفوا استاذ، بامكاننا ان نقول اي في الغالب فاشلون في الحياة، لانهم يمثلون يفكرون بتفكير مثالي، ومعظم الشعب لا يرتقي الى مستواه. اي هم على المستوى الشخصي ينجزون انجازات عظيمة، لكن على مستوى العلاقات لا. مستوى العلاقات لا. سي ينجزون قليلا، لانهم يحترقون، لانهم يعطون ولا ياخذون، لا يهتمون بانفسهم، فينجحون في العلاقات سي، لكن على المستوى الشخصي كالشمعة يدوبون ويدعون الدروب للاخرين. شيئا ولكن هو قيادي، لكن اي ينجح في العمل، اي ينجح في العمل. دكتور عفوا، الغالب كان الانسان في هذه الدرجه في الغالب يقيس المجتمع او الشعوب على مقياسه هو، ويتصادم مع المجتمع دائما. نعم، دائما صدام مع المجتمع. المتوسطون هم الذين يقودون، عليه ان يضع الخطه ويترك الناس هؤلاء الذين فيه يقودون. فعلا بي تخيلوا معي بيت زوج بي وزوجة بي وأطفال بي، كيف سيكون البيت؟ جحيم صعب جدا. التنوع مهم، لذلك يجب أن نفهم الآخر ونتموقع في موقعه وأن نتعامل معه كما هو. تخيلوا معي حياة رتيبة بدون تنوع، جميع الناس بي، الكآبة. فهمتم؟ بذلك يجب أن نقبل بالاختلاف، بل أن نبحث عن الاختلاف. سي مستمعون هادئون، يحبون المديح، يخدمون الآخرين إلى غير ذلك. بيتهم دائما مفتوح للناس. أي لا. أي متى ستأتي؟ كم سيأتي معك؟ كم ستسوقون؟ هل في الغداء أم للعشاء؟ كل شيء مضبوط. دي من سيأتي؟ مرحبا. 20-40 مرحبا. البيت دائما فوضى. فدي يحبون المفاجآت. الزوجات تكره هذا النوع. كلام جميل. أغلب الزوجات إن لم نقل كلهم، ربما من خلال المقياس ستلاحظون هذا الأمر، أغلب الزوجات نمط هو يصعب جمع بينهما، لكن يجتمع عند الزوجات سي وبي، تجدها سي وبي، كل شيء مضبوط، عندهم العاطفة عالية والضبط والنظام، ما أدري ليش. هذا باختصار بوصلة التفكير عند هيرمان. نعم تفضل. نعم. بالنسبة لهذا المقياس، هذا المقياس لا يقيس، اسمعوني جيدا، لا يقيس الشخصية، يقيس طريقة تفكير الناس. فهمتم؟ طريقة تفكير الناس حينما أعرفها تساعدني في توظيفه في المكان المناسب، وتساعدني أيضا في كي أعرف لغته وأتواصل معه بشكل سلس. إن كان جديا أتعامل معه بجدية، كان مرحا أتعامل بمرح. إذن أنا كمدير أتأقلم، نموذج الشخصي أعرفه أوظفه في حياتي الخاصة، لكن مع الناس يجب أن أتأقلم مع جو الناس. كيف أعرف الشرير من غيره؟ هذا موضوع آخر، عادة الأشرار لا يجب أن توظفهم معك عادة، ويعرفون بسيماهم، ويعرفون بحركاتهم وسكناتهم لغير ذلك، ويعرفون بالمخالطة، السيرة الاجتماعية، أشياء كثيرة من خلال معاشرة، يعني مخالطة أسبوع ستعرف الإنسان كما هو.
تعرفه جيدا. لذلك على المدير ان يكون عيناه كالصقر، يلاحظ الحركات والسكنات عند الموظفين الذين معه، ولكن لا يجب ان يبوح لهم بالسر. نعم. لذلك في المؤسسات حينما يوظف الشخص لا يكون توظيفه رسميا، انما يكون تحت التدريب. تحياتي. حينما يكون تحت التدريب تلاحظ جميع حركاته وسكناته وتتأكد فعلا من نمطه من خلال السلوك، والآن ذاك يكون توظيفه سليما، وثم تعاملك معه يكون سليما. جميل. هذا كل ما يتعلق بمقياس هيرمان. الآن متطوع، تفضل. الشجاعة الدائمة، مرحبا. الآن أنت حضرت إلى مكان معين وعندك تقريبا 50 من الناس، وتريد أن تقنعهم باختلاف طريقة تفكيرهم، هناك A هناك B هناك C هناك D، تريد أن تقنعهم بأننا علينا أن نضيف أننا سوف نشتغل اليوم كذلك حصة ثانية. كنا قد وعدناهم جميعا بأن اليوم سنشتغل حدود 12. جاء طارق وأنت مدير هذا الملتقى، تريد أن تقنعهم بأننا سوف نشتغل إلى السادسة مساء. كيف تقنعهم باختلاف طريقتهم في التفكير؟ فهمت العملية؟ ستبحث عن حجج تقنع كل طريقة في التفكير. تقنع ودي إليهم أمرا، أمرا سيطيعك بي، سي لن يطيعك، سأفصله من العمل، سي سيكرهك، سأفصله من العمل ولن تنجع في التنفيذ. قلنا الإدارة ليست قوة، إدارة ذكاء. هو بي، أنت بي. نعم. أقنعهم بطريقة معينة. اي يحتاج ادله، سي يحتاج كلام لطيف، بي يحتاج اوامر، دي يحتاج طريقه معينه. انا جمعتهم في قاعه واحده واخبرهم. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيداتي انساتي سيداتي، معكم الغضنفر. حصل لنا اليوم امر طارئ من خلال حصول خلل في بدايات الحصص وحضور وفود، اضطرتنا إلى زيادة ساعات العمل، ونريد أن ننجح في استقبال هؤلاء وتنظيم نشاط تعليمي صفي لا صفي خلال هذا اليوم. فآمل من الجميع أن يزيدوا من عدد ساعات عمل اليوم، وسنستمر في عملنا بدلا من أن ينتهي دوامنا قبل الظهر. نرجو أن يصل دوامنا اليوم إلى 4:30 من مساء اليوم، ونتمنى لكم توفيقا. ومن أنجز عمله وتحمل فسيكون له علاوة إن شاء الله. هذا كين دابا عطينا أدلة، دابا عطينا الدليل الأول دابا أنه كين هدية هادو السيق سانعو دابا، باقي لك بي ودي وأباقي باقي سانعو. الهدية ستكون في نهاية الدوام إن شاء الله. إذا اقتنعتي غسي دابا ولا اقتنعتي غدي دابا، الدي هو اللي اقتنع دابا. الذي لم يقتنع سنفصله من العمل. على العموم شكرا، تفضل هديتك. أريد شخصا يقنع للجميع. بشير. الآن أستاذ أقنع دي، الآن نريدك أن تقنع بي و A و C.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. أعتذر، في التواصل أنا عندي إشكال، لا أدخل بشكل هادئ، أدخل وأنا عندي. أعطيك مثال. السلام عليكم ورحمة الله، مبتسم. جزاك الله خير. قدم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأفاضل والأخوات. إن اليوم عندنا كان مشروع، جماعة كنا نتمنى أن ينتهي وقتنا في الساعة 12:30، لكن بأمر طارئ نود أن نشعركم ونتمنى جميعا أن نتعاون في هذا المشروع الذي طرا علينا. وهذا الأمر ربما نتأخر عن الموعد الذي كنا نريد أن ننجز العمل لأجل هذا السبب الطارئ، فنزيد الساعات بساعة واحدة لأجل الوفد الذي قدم إلينا. واحد. ثانيا، لنكمل الأعمال التي بقيت لنا نود أن نعطيكم تمارين وأنشطة غير الدرس. ثالثا، نود للجميع من تقيد بهذه الأمور فله جائزة عالية، وشكرا لكم. شكرا. بقي سي، أقنع لي سي، يبقوا فنحن سنبقى مجتمعين. الآن أقنعت سي وإن إي وبي وإي، أقنعت كل شيء. تحياتي، شكرا، وتستحق. أخذت المصحف البارحة؟ لا ما أخذت. جزاك الله خير. هديتك. شكرا. إذن شكرا سيد بشير. أنادي على الدهشة. لقد خاف أن يخرق الصوت.
مرحبا سيدنا. أنتم الآن في بر. بر. إذا بر. بحر. بر. بحر. بحر. بر. بابا. بر. 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 بحر. غابة. الآن سوف نجعل الأمر أكثر صعوبة. الآن أين؟ البحر. البحر. بر. بحر. بر. سوف نجعل الآن الأمر أكثر صعوبة. هنا بر، بحر، جو. بر. بحر. جو. بحر. بر. بحر جو. بر. جو. كروقات كرو صغار. بحر. كرو الجو. بر. بحر بر. مقياس هيرمان ما في مشاكل؟ واضح بشكل جيد مقياس هيرمان؟ جميع استوعب مقياس هيرمان؟ مرحبا. في ماذا نوظف مقياس هيرمان؟ في أمرين، هما كيف نوظفه مقياس هيرمان، كيف نستعمله، كيف نستفيد منه. في أمرين هما التوظيف، توظيف الناس، نستفيد من مقياس هيرمان في توظيف الناس، ثم التواصل معهم، أعرف كيف أتواصل معهم. إن كان سي أخاطبه بلغة سي، إن كان دي أخاطبه بلغة دي. قلنا ممكن تجتمع عند الشخص الذي لديه تقارب فيهم، ولكل واحد منا نسب. أنت عندك شوية من سي وشوية من دي وشوية، لكن نمط الغالب هو الذي نسميه نمط غالب أكثر. أما كلنا لدينا قليل من هنا وقليل من هنا وقليل من هنا. الآن سنتكلم عن فن التحفيز. ماذا درسنا هذا اليوم؟ التواصل ومقياس هيرمان الذي يفيد في التواصل. الآن سنتكلم عن فن التحفيز. من لم يكمل التمرين فليكمله في البيت، لأن رأى الفكرة واضحة. ما معنى فن التحفيز؟ ما معنى التحفيز؟ التشجيع. تشجيع الناس. عادة مجموعة من الناس في بيئة العمل تجدهم متعبين، غير مرتاحين، يأتون متأخرين، غير محفزين، أخطاؤهم كثيرة. هذا شخص ببساطة غير محفز، لا يحب عمله، يأتي متأخرا، أخطاؤه كثيرة. أنت كمدير مباشرة تعرف أنه غير محفز، غير مرتاح، يحتاج إلى تشجيع. سوف نشاهد جزء من شريط اسمه